صفيحة صوابق رجب طيب أرض وغاب. القضية مية إقليمية عربية، قضية سرقة ونشر الساعة العربية وجريمة التلاعب بعقاربها وتأخيرها لقرون مع التآمر على الزمن بالعودة به إلى زمن السلطانية العثمانية المهلبية الشركسية الألماظية. القضية 200 علمانية أتى تركيا، قضية التحرش بعلمانية الدولة التركية كما أرساها الزعيم كمال أتاتورك واستدراجها تحت بير السلم والاعتداء على شرفها الأتاتوركي بأستيكا. القضية 300 سورية كردية، قضية التلبس بسرقة أطنان من الفستق الحلبي تحت تهديد أسلحة محرمة دولية ورمي القشر فوق رؤوس الأكراد. القضية 400 حقوقية صحفية، قضية ارتكاب أفعال سياسية فاضحة مع الحريات والحقوق والصحافة والرأي في مكان عام وممارسة عادة المراقبة السرية. القضية 500 تحريمية شرعية، قضية إقامة علاقات غير شرعية والجمع بين الأختين الإخوان وتنظيم الدولة وتبني الإرهاب ابن الحرام.